صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يقول ما المراد بذلك؟ المراد بالرهط ما دون العشرة، ما دون العشرة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تآمروا على قتل صالح عليه الصلاة والسلام، ودبروا الحيلة، ودبر الله لهم المكر، مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ونجى الله نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام من مكرهم. نعم، مثل ما دبروا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وجلسوا على بابه فأخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون. نعم.